أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. في برج الحوت، الساعي للسلام يجعله يوما مثاليا للراحة والاستجمام، خاصة إذا كان ذلك يتضمن نشاطا مستقلا ينشط إبداعك. يساعدك اتصال لون الثلث مع أورانوس الكهربائي على بث حياة جديدة في مواهبك. عاطفيا، سيضيء قمر اليوم بيت الإغلاق الثاني عشر الخاص بك والأحلام والأجندات الخفية وكل الأشياء خلف الكواليس، والتي بدورها تشجعك على الانخراط في الداخل والتراجع عن الطحن اليومي في وئام وفي استقبال متبادل مع لونا. ولكن هناك المزيد، ستكون مع الشمس في منزلك الرابع من المنزل والأسرة والأسس العاطفية، وأنت على استعداد لفجوة تستحقها عن جدارة. قد هل تعطيك كتبك وقتا عصيبا بشأن أخذ مساحة يمكن أن يخلق مربع بين القمر وعطارد عبر قطاع الاتصال الخاص بك، احتكاكا بين الحاجة إلى التعبير عن مشاعرك الأعمق وما تتوصل معه بالفعل. تكلم بشكل واضح. مهنيا، لا سقط هذا، توخى الحذر وكن حريصا أثناء التعامل مع مدراءك اليوم في العمل. اجتماعيا، أصدقائك الأكبر سنا، أولئك الذين يشبهونك إلى حد كبير، عائلتك يجعلون الحياة بشكل غريب أكثر صعوبة مما يجب عليه أن تكون عليها، إذ لم تتمكن من ضبطها في نصابها الصحيح فلا أحد يستطيع ذلك، لذا استمر في ذلك. نصيحة اليوم، هل تحتاج إلى منفذ عاطفي؟ لن تجده في الطعام، جرب التمرين بدلا من ذلك.